السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابعة إن شاء الله هنكمل الوحدة التانية. عندي الدرس التالت، الجمع مع إعادة التسمية، وطبعا احنا عارفينه خدناه قبل كده، ما فيهوش أي مشكلة. دي خطوات الخوارزميات المعيارية للجمع. بيقول لي في تلميذ حل مسألة وبيقول لي نشوف الحل بتاعها كده صح ولا غلط. هو قال 0 - 5 بتساوي كذا، ودي جات له المسألة يعني بتقول 0 - 5 بتساوي نقط، و5 - 0 بتساوي نقط. فهو الولد ده جاوب قال 0 - 5 بتساوي 5، و5 - 0 بتساوي 5. فهو بيسألني المسألتين لهما نفس الناتج، لأن أي عدد ناقص صفر بيساوي هذا العدد ده. هو جاوب كده، فهل توافق على إجابة التلميذ؟ طبعا لا، احنا مش موافقين. ليه؟ لأن خدنا قبل كده إن الطرح ليس بعملية تبادلية، احنا خدنا الإبدال بس في الجمع، لكن الطرح ما ينفعش فيه الإبدال. فهو بيسألني طب إيه الصح اللي هو عمله؟ الصح اللي هو عمله إن 5 - 0 بتساوي 5. طب إيه الخطأ اللي هو عمله؟ الخطأ اللي هو عمله إن 0 - 5 بتساوي 5، ده الخطأ اللي هو عمله، قال إن 0 - 5 بتساوي 5. طيب الحل الصحيح إيه؟ إن 5 - 0 بتساوي 5، وإن 0 - 5 زي ما إحنا بنقول ما ينفعش أو لا يصح. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف بقى الجمع باستخدام الخوارزمية المعيارية للجمع. إحنا عارفينها اللي هو الجمع بالحمل وخدناه، فما فيش داعي لشرح كل ده. لا، احنا هنقول هنا 4 + 8 = 12، 2 ومعانا الواحد، فاكرين الواحد بقى فوق الخمسة، 5 + 1 = 6، 6 و2 = 8، 3 + 6 = 9. تمام؟ طيب تعالوا نشوف المسألة التانية، 9 + 2 = 11، 1 ومعانا الواحد، 1 و3 = 4، 4 و7 = 11، 1 ومعانا الواحد، 1 و5 = 6، 6 و2 = 8. فاحنا عارفين وخدناها قبل كده، فما فيهوش الدرس ما فيهوش أي مشكلة يعني الدرس ده. تعالى هنشوف دلوقتي بقية المسائل. طيب هنا نفس الحكاية بقى، هنجمع بنفس الطريقة كل المسائل، 4 + 8 أنا هنقول واحدة بس والباقي أنتوا هتحلوه عادي. 4 + 8 = 12، 2 ومعانا 1، 1 و5 = 6، 6 و2 = 8، 3 + 6 = 9، 7 + 1 = 8، وهكذا بقى كل المسائل بنحلها بنفس الطريقة اللي احنا متعودين عليها. طيب تعالوا بقى هنا بيقول لي كيف يمكنني التقدير للتحقيق من معقولية إجابتي. هنقدر بقى هنا ناتج الجمع اللي احنا عملنا شبهه دلوقتي، بس بقى مش جمع، لا ده انا هقرب الاول واجمع. فهنا بيقول لي ايه، ده ناتج تقديري وده ناتج الناتج الفعلي. هنا هجمع المسألة زي ما جمعنا دلوقتي ونشوف الناتج كام. طيب هو بيقول لي ايه، بيقول لي عايز يقربها الاول لأقرب 10 وبعد كده يبدأ يجمع. لأقرب 10 يعني انا هروح عند العشرات وابص للأحاد، الأحاد تنزل بصفر. طب انت كام يا رب؟ انت كام؟ 4 من الارقام البخيله اهي نزلت بصفر، ومش هتدي الصفر حاجه فينزل صفر زي ما هو، وال35 تنزل زي ما هي. نيجي للرقم الثاني، 7 من الارقام الكريمه هتنزل بصفر وهتدي الاثنين واحد تبقى 3. تمام، وال41 تنزل زي ما هي، ونبدا نجمع هنا ونبدا نجمع هنا ونشوف الناتج. 4 + 7 = 11، 1 ومعانا الواحد، 1 و2 = 3، 5 + 1 = 6، 3 + 4 = 7. طب هنا ينزل الصفر 3، 5 + 1 = 6، 3 + 4 = 7. طيب طلع لي هنا 7630، 7631، فرق واحد. فهقول له طبعا معقولية الحل، لا ده معقول جدا، معقول واحد بس، يعني ايه الفرق بينهم. طيب نفس الحكاية هنا، عايز بس هنا يقرب لأقرب 100، يبقى أحاد، عشرات، مئات، أعمل دايرة كده على المئات، الأحاد خلاص هتنزل بصفر. طب والعشرات بصفر برضو، بس الصفر من الأرقام البخيلة مش هيدي الخمسة حاجة، يبقى ينزل صفر زي ما هو، والخمسة تنزل زي ما هي، والتلاتة كمان. طيب السبعة تنزل بصفر. طب الاتنين من الأرقام البخيلة
هتنزل بصفر ومش هتدي الواحد حاجة، فالواحد ينزل زي ما هو معاه الأربعة. هنبدأ نجمع الرقم ده والرقم ده، 4 و7 11، وحدوا معانا الواحد، 1 و2 3، 5 و1 6، 3 و4 7، نفس الناتج، يعني الرقم ده هنا مش هيتغير. طب تعالوا نشوف هنا، الصفرين هم نزلوا، 5 زائد 1 6، 3 زائد 4 7. طيب هنا كام؟ 7631، 7600 برضو معقول، معقول. طيب تعالوا نشوف بقى هنا لما نقرب نفس الرقم ل1000، يعني هاجي على الرقم الأخير ده، أول 3 أرقام هينزلوا بصفار. أبص للخمسة، أنت 5 من الأرقام الكريمة، ادي للتلاتة 1، بقت 4، بقت ايه؟ 4000. 3 دول هينزلوا، الواحد من الأرقام البخيلة هيدي الأربعة حاجة؟ لا، يبقى الأربعة تنزل زي ما هي. طيب هنا نفس رقمنا، هنا 8000، طب دي 7600، دي 8000، لا بعيد، فهقول لا الرقم ايه؟ غير مقبول لأنه بعيد. نفس الحكاية بقى، كل المسائل مديها لي بنفس الطريقة، مديني مسألة هنبدأ نقرب برضو المسألة كلها كده، وايه ونفس الطريقة هنقولها. بنجمع هنا عادي، 1 زائد 2 3 6، 3 زائد 0 3 6 1 7، 3 و3 6، 4 و3 7. هنا هنقرب برضو للعشرات، الرقم الأولاني ينزل بصفر. طيب هيدي حاجة للتلاتة؟ لا، لأنه من الأرقام البخيلة، تنزل زي ما هي وبقيت الرقم زي ما هو. طيب الاتنين من الأرقام الايه؟ البخيلة، هتنزل بصفر ومش هتدي الصفر حاجة وبقيت الأرقام زي ما هي. هنجمع هنا، ادي 0 3 7، 3 و3 6، 4 و3 7، يبقى عندي هنا الناتج قريب جدا من بعض، فأقول ده ايه؟ ده مقبول. طيب نفس الحكاية هنا هشرحها مرة كمان، بحيث لو ما فهمتوش الصفحة اللي فاتت يبقى دي ايه معانا. طيب اول رقمين هينزلوا باصفار، طب التلاتة من الارقام البخيلة، هتنزل بصفر وهتدي ايه؟ مش هتدي الستة حاجة، بقيت الرقم ينزل زي ما هو. الاتنين ها والصفر هينزلوا زي ما هما، مش هيدوا الواحد حاجة، خلاص كده بقت 133 زي ما هي. وابدأ اجمع هنا، 3 3 6 6 7، الاصفار هتنزل، 6 زائد 1 7، 3 زائد 3 6، 4 زائد 3 7. النواتج قريبة من بعض فبقول له مقبول. هو اللي دايما هتلاقوه مش مقبول اللي هو اللي عند الالف يعني. طيب هنا هنقرب للالف، هنقرب للالف اللي هو الرقم التالت ده، اول 3 ارقام نزلت باصفار. ابص للي قبل الالف اللي هو عايزها، الاقيه من الارقام الكريمة، 6 من الارقام الكريمة، هتدي التلاتة 1، بقت 4، والاربعة التانية تنزل. اول 3 ارقام هننزلهم زي ما هم، ابص على الواحد، لا ده انت بخيل، يبقى التلاتة تنزل زي ما هي. ونبدأ نجمع، 3 اصفار هينزلوا، 4 و3 7، 4 و3 7، ده 76733، ده 77، فرق كبير طبعا، فبقول غير مقبول. طيب تعالوا نشوف هنا، بيقول لي قرب حسب المطلوب لتقدير المجموع، ثم حل المسائل للتحقيق من معقولية الحل. يسافر محمد وهدى من المنصورة إلى الغردقة، وسوف يقطعان مسافة 172، فبكتب أول رقم عندي 172 في اليوم الأول، ومسافة 459، ده الرقم الثاني، في اليوم الثاني. ما عدد الكيلومترات التي سوف يقطعنها في اليومين معا؟ فببدأ أجمع الرقم ده، 2 زائد 9 11، واحد ومعانا الواحد، 1 و7 8، 8 و5 13، 3 ومعانا الواحد، 1 و1 2، 2 و4 6. هو عايز يقرب لأقرب 100، يعني هروح 11 مئات، أروح لرقم 1، أول رقمين هينزلوا بالأصفار، 7 من الأرقام الكريمة، هتدي الواحد 1، تبقى 2. عندي برضو الرقمين دول هينزلوا بأصفار، 5 من الأرقام الكريمة، هتدي الأربعة 1، تبقى 5. بقت هنا 500 زائد 200، هتديني 700. هنا 631، أقول له لا غير مقبول، بعيد، الرقم بعيد. طيب هنا واحدة كمان، النملة الصحراوية هي أسرع نملة على هذا الكوكب، يمكن أن تتحرك حوالي 855، أدي 855 في الثانية الواحدة. إذا تمكنت هذه النملة من الحفاظ على هذه السرعة لمدة ثانيتين، يبقى هي ما هي هتمشي نفس السرعة بنفس المدة، يبقى ثانيتين، يبقى نفس الرقم تاني بكتبه. ببدأ أجمع هنا، 5 زائد 5 10، 0 معانا الواحد، 1 و5 6، 6 و5 11، 1 معانا الواحد، 1 و8 9، 9 و8
17. عايزة أقربها لأقرب 100، هروح عند 8، أول رقمين بصفرين. عندي هنا 5 من الأرقام الكريمة، هتدي 8 واحد تبقى 9، نفس الحكاية تحت. يبقى هنا 1800، هنا 1710. هقول له غير مقبول، بعيدة خالص. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. أثناء البحث عن مستعمرات النمل، رأى عادل جسرين للنمل. يتكون الجسر الأول من 153، أو الرقم الأول نملة، ويتكون الجسر الثاني من 145 نمل. أدي التاني، هنبدأ نجمع 3 زائد 5 8، 5 و4 9، و1 1 2. هقربها لأقرب 10، يعني الرقم اللي في النص. أول 3 بصفر، والتلاتة من الأرقام البخيلة مش هتدي الخمسة حاجة، هتنزل 15 زي ما هي. الخمسة من الأرقام الكريمة هتدي الأربعة واحد تبقى 5، يبقى هنا 150 زائد 150 هتديني 300، هنا 298، 300 قريبة من بعض، فهقول مقبول. طيب الجدول التالي يوضح أعداد 3 أنواع من النمل، أوجد إجمالي عدد النمل وقرب كل عدد لإيجاد المجموع التقديري وتحقق من معقولية الحل. أول حاجة أنا بجمع الأرقام دي، 3 بنجمعهم مع بعض، وهنا ببدأ أقرب النواتج، هو عايز يقربها لأقرب 10,000، يعني الرقم الأخير ده. كل ده هينزل بأصفار، أجي عند قبل الرقم، عندي 7، دي من الأرقام البخيلة، هتدي الخمسة واحد تبقى 6، يبقى هنا 60,000. هنا كل ده هينزل بأصفار، 2 من الأرقام البخيلة، 8 هتبقى زي ما هي. كل ده هينزل بأصفار، 3 من الأرقام البخيلة، 4 هتنزل زي ما هي. هنبدأ نجمع الثلاث أرقام، هيديني 180,000. هنبدأ نجمع الأرقام هنا، هيديني 183,000، فهقول برضو إيه، غير مقبول، يعني بعيد شوية الناتج بتاعنا. ده كده كان الفصل الثالث، الدرس الثالث. تعالوا بقى نشوفه من الملحق كمان. طيب بيقول لي هنا قرب الأعداد لأقرب 10 لتقدير المجموع، ثم حل المسائل لإيجاد الناتج الفعلي. هنا هنقربها الأول، هنقربها ثم حل المسائل لإيجاد الناتج الفعلي. ماشي، عايز هنا يقربها لأقرب 10، يعني الرقم التاني، 9 من الأرقام الكريمة هتنزل بصفر، والستة هتبقى 7، وباقي الأرقام تنزل زي ما هي. عندي كمان 8 من الأرقام الكريمة هتنزل بصفر، وهتدي 8 واحد تبقى 9، يبقى وباقي الأرقام زي ما هي، جمعناهم 0 زائد 0 0، 7 و9 16، 6 معانا الواحد، 1 1 2 2 و1 3، 8 و1 9. هنا نفس الحكاية برضو، عايز يقربها لأقرب 10، يعني الرقم اللي في النص، 7 من الأرقام الكريمة دي هتبقى 3، يبقى 240. الاتنين من الأرقام البخيلة هتبقى 460، هنا هنجمعها تديني 700. طيب إذا كان عدد البنين في إحدى المدارس هو 6543، يبقى هنحطها هنا، والرقم الثاني ولد، و 5123 بنت، الرقم بتاع البنات الثاني اهو. عايز اقربهم لاقرب 1000، اهي احاد عشرات مئات الاف، واعمل عليها دايره. كل ده هينزل بالاصفار، الخمسه من الارقام الكريمه، السته هتبقى 7، كل ده هينزل، الواحد من الارقام البخيله، الخمسه هتنزل زي ما هي. يبقى عندي 7000 زائد 5000 هتديني 12,000، وهنا 11,000، لا غير مقبول، بعيد برضو عنها. طيب اوجد ناتج ما يأتي باستخدام الخوارزمية المعيارية، يعني هنجمع عادي الجمع بتاعنا، 1 زائد 9 10، 0 معانا الواحد، 1 و2 3، 3 و8 11، 1 ومعانا الواحد، 1 و4 5، 5 و7 12، 2 ومعانا الواحد، 1 و5 6، 6 و9 15، 5 ومعانا الواحد، 1 و6 7، 7 و1 8، 7 زائد 3 10، 0 معانا الواحد، 1 و8 9، 9 و4 13، 3 ومعانا الواحد، 1 و9 10، 10 و9 19، 9 ومعانا الواحد، 1 و9 10، 10 و2 12، 2 ومعانا الواحد، 1 و2 3، 3 و1 4، 2 زائد 5 7، 4 زائد 3 7، 6 زائد 6 12، 2 ومعانا الواحد، 1 و7 8، 8 و2 10. وكده خلصنا الدرس بتاعنا، وشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. الدرس القادم هيبقى 4 و5 مع بعض. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.